بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم باشمهندس عبد الله عادل، وان شاء الله النهارده هنشرح مسائل عن تصميم الشيخ والتورشن للكمرات الخرسانيه تحت اشراف اساتذه الخرسانه تانية مدني هندسه صبحا. نبدا اول حاجه بتصميم الشيخ. بيقول لي في الكاميرا اللي قدامي عندك كاميرا اسبانها 6 متر ومديني حملين مركزين، المسافه بين الحملين المركزين دول 2 متر لكل حمل منهم، وعايز يصمم الشير بس الكنات عندي مرة تكون رأسية ومرة تكون مايلة بزاوية 45 ومرة تانية تكون مايلة بزاوية 60 درجة، ومديني المعلومات دي. أول حاجة الإف سي مديهالي 25 ميجا باسكال، والإف ييلد لو كان الفاي أقل من 8 ملي مديني الإف ييلد ب240 ميجا باسكال، ولو كانت الفاي أكبر من 8 ملي مديني الإف ييلد بكام؟ ب400 ميجا باسكال. مديني ثيكنس الكاميرا 700 ملليمتر، والدبث بتاعها 640 ملليمتر، والبريدث بتاع الكاميرا 250 ملليمتر. وبيقول لي عندي الحمل المركز الديد لود بتاعه 30 كيلو نيوتن، والحمل الحي بتاعه 40 كيلو نيوتن. وبالنسبة للحمل الموزع عندي الديد لود بتاعه 10 كيلو نيوتن على المتر داش، واللايف لود بتاعه من دوني 15 كيلو نيوتن على المتر داش. اول حاجة هحسب الاحمال اللي عندي. انا عندي الكاميرا كانت الاسبان بتاعها 6 متر وعندي حملين مركزين وحمل موزع. اول حاجة عايز اجيب الـ W Ultimate للاحمال المركزة اللي عندي، هيساوي 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود، يبقى 1.4 في 30 زائد 1.6 في 40 يديني 106 كيلو نيوتن. بالنسبة للـ W Ultimate للحمل الموزع يبقى نفس الكلام برضو، بس 1.4 في الديد لود بتاع الحمل الموزع و1.6 في اللايف لود بتاع الحمل الموزع برضه، يبقى 1.4 في 10 زائد 1.6 في 15 هيديني 38 كيلو نيوتن على المتر داش. لما اجي ارسم الكاميرا بعد ما عملت انا الاحمال بتاعتي، هيبقى عندك الـ W Ultimate للحمل المركز 106 كيلو نيوتن هنا وهنا، وبالنسبة للحمل الموزع هيساوي 38 كيلو نيوتن على المتر داش. تاني حاجة عايز ارسم الشير فورس دايجرام. لسه حاسبين من شوية الاحمال اللي عندي، كان عندي الحمل المركز والحمل الموزع، ممكن اقدر احسب الرياكشن بتاعي طلع 220 كيلو نيوتن شمال ويمين علشان الكاميرا عندي مالها سيمتريك. طب لما اجي ارسم بقى عندي الشير فورس دايجرام، لو جيت عندك ال 220 دي هطلع فوق 220 كيلو نيوتن، وبتنزل ده حمل موزع، يبقى هضرب ال 38 في الاثنين واطرحها من 220 هيديني 140 كيلو نيوتن. انزل عندي قيمه الحمل المركز اللي هي 106 هيديني 38، وبعد كده انزل ال 38 في ال 2 متر من ال 38 دي، انزل هتلاقي عندي كام؟ 38 برضو الناحيه الثانيه، ونفس الكلام علشان عندي الكاميرا سيمتريك، يبقى ده عندي شكل الشير فورس دايجرام. تالت حاجه عايز احسب الكريتيكال شير ستريس. كنت انا لسه من شويه رسمت الكاميرا بالاحمال اللي عندي ورسمت لها كمان الشير فورس دايجرام. لما اجي احسب الكريتيكال شير فورس هيقال لك ان عندك الفورس دي بتبعد دي على الاثنين، يعني بتساوي 220 ناقص بضرب الحمل الموزع اللي هو 38 في الدي على الاثنين. كانت انا لسه عندي الدي دي كانت ب 640 ملم، لما احولها المتر بقت 64%، واقسمها على الاثنين يبقى ادالك الشير فورس على بعد الدي على الاثنين بيساوي 207.84 كيلو نيوتن. طب انا عايز احسب الكريتيكال شير ستريس. الكريتيكال شير ستريس على بعد دي على الاثنين هيساوي الفورس اللي عندي واحولها لنيوتن بضربها في 10 اس 3 وبعدين بقسم بي في دي، يعني 207.84 في 10 اس 3 على 250 في 640 هيديني 1.299 ميجا باسكال. يبقى ده عندي ايه؟ الكريتيكال شير ستريس على بعد ده على الاثنين طلع معايا بالرقم ده. دلوقتي انا عايز اعرف هل اصمم شير ولا مش اصمم. يبقى لازم قبل ما اشوف الكلام ده اجيب حاجه اسمها شير ستريس ليميت. يعني ايه؟ اول حاجه بجيبها الستريس بتاع الخرسانه وهي مش مشرخه، الكيو سي يو ان كراكت بيساوي 0.16 جذر اف سي يو على الجاما سي. 0.16 جذر 25 على 1.5 هيدي لك كام؟ 65% ميجا باسكال. طيب والكي سي يو لو هي كراكت هيساوي 0.12 جذر الاف سي يو على الجاما سي هيساوي 49% ميجا باسكال. طيب برضو اجيب حاجة عندي اسمها الكيو ماكسيمم، ده اقصى ستريس ممكن الكاميرا تستحمله، اللي هو بيساوي 0.7 جذر الاف سي يو على الجاما سي
هيساوي 2.86 ميجا باسكال، ولازم يكون اصغر من 4 ميجا باسكال. دلوقتي هل هنا هصمم عندي شير ولا مش هصمم؟ لازم تقارن بخطوه عندك اسمها تشيك ستريسز. يعني ايه؟ انا كان عندي الكيو التيميت بتاعت الشير بتاعتي بيساوي 1.299، ولازم تكون اقل من الكيو ماكسيمم اللي هي بتساوي 2.6 ميجا باسكال. بس علشان تصمم عندك الشير لازم يكون الرقم ده اكبر من مين؟ اكبر من الكيو سي يو انكراكت اللي هو 65 ميجا باسكال. وفعلا الكيو التيميت طلعت اصغر من الكيو ماكسيمم واكبر من الكيو سي يو انكراكت، يبقى لازم تصمم شير. لو طلع عندك الكيو التيميت اصغر من الكيو سي يو انكراكت يبقى انت مش هتصمم شير وتحط ايه؟ مينيمم ستيربس. الخطوه اللي بعد كده هطلع الكائنات الرئيسيه اللي موجوده عندي. القانون بيقول لك ان الاس السبيسنج ما بين الكائنات اللي عندي هيساوي عدد فروع الكائنه في مساحه الكائنه الواحده في الاف ييلد للكائنه اللي انا بستخدمها عندي على الجاما اس على ده كله في ايه؟ في الكيو التيميت ناقص الكيو سي يو كراكت في بي. لاحظ هنا انا عندي استخدمت الكيو سي يو كراكت، انا جبتها ايه؟ فوق. ما تستخدمش الكيو سي يو ان كراكت، انا بستخدم في الكون بتاعي الكيو سي يو ايه؟ كراكت. انا هنا هفرض عندي الكان اللي انا هاخدها الفايب بتاعتها 8 مللي، يبقى تقريبا المساحه بتاعت الكان اللي عندي 50 مليمتر سكوير، وانا عندي عرض الكاميرا بتاعتي 250 مليمتر، هيبقى اذا عندي عدد فروع الكان بيساوي 2 والجوما اس ب 1.15. لما اجي احسب السبيسنج اللي عندي طلعت معايا بكام؟ ب 103.2 مليمتر. انا عندي السبيسنج دي لازم تكون اقل من 200 مللي واكبر من كام؟ من 100 مللي. انا عندي هي طبعا قريبه شويه من 100 مللي، فانا صغيره جدا المسافه دي، فانا عندي اوبشن انا ممكن ازود مين؟ ازود الفاي بتاعت الكانه. يبقى اذا انا كنت بالمره اللي فاتت عملت ايه؟ طلعت السبيسنج ب 103، قلت ان هي صغيره صح؟ يبقى لازم اكبر مين؟ اكبر الفاي اللي عندي. طيب انا كده اكبر الفاي خليها مثلا بفاي 10 اللي هو بيساوي كام؟ مساحته تقريبا 78.5 مليمتر سكوير. باخد عندي عدد الكائنات برضو 2، لما اجي احسب السبيسنج طلعت معايا 269 مليمتر. طيب وانا عندي هنا خد بالك انا خدت عندي الفاي ب 10، يبقى اوتوماتيك لازم تغير الاف اي انها اكبر من 8 مللي الفاي بتاعتها صح؟ يبقى لازم تكون بكامل الفيلد 400 ميجا باسكال. والشرط اللي عندك لازم تكون السبيسنج اقل من 200 مللي وكام؟ واكبر من 100 مللي. اذا عندك 269 يبقى انا هاخدها كام على طول عشان ما تعديش ال 200 مللي؟ هاخدها 200 مللي. طيب انا خدتها 200 مللي والفاي ب 10 وعدد الفروع ب 12، يبقى انت لو خدت المتر عندك وقسمته على المسافه 200 مللي لتر هيطلع عندك كام؟ هيطلع عندك 5 اسياخ فاي 10 في المتر الواحد. بس خد بالك انا عندي هنا لما اجي بطلع الاس لازم اقربها لاقرب مليمتر بايه؟ بالنقصان. طب دلوقتي انا طلعت عندي عدد الكائنات، عايز بقى ارسم الكائنات دي في الكاميرا بتاعتي في الاليفيجن. بص كده معايا، ادي الكاميرا بتاعتي وادي الكائنات اللي انا لسه مصممها، ودي المسافه ما بين الكائنات اللي عندي اللي اسمها الاس. طيب خد بالك اول كائنه بحطها على بعد اس على الاثنين من وش العمود. طيب يبقى انا اذا الكائنات لسه مصممها طلعت معايا 5 في 10 في المتر، او اخدها فاي 10 كل 200 مللي. عبر بالاسلوب ده او بالاسلوب ده اللي انت عايزه، وفي الاخر ترسم شكل الكائنه اللي عندك واقفل الكائنه ماله في الجزء المضغوط بيكون فوق. ده كان عندي الكائنات الرئيسيه، كانت الالفا بتساوي كام؟ 90. قبل ما اخش على الكائنات المايله بزاويه 45 عايزين نشيك على الميوستيرب، نسبه الكائنات في الكاميرا اللي عندي صح؟ يبقى الميوستيرب بتساوي عدد الكائنات في مساحه الكائنه الواحده وبقسمها على عرض الكاميرا اللي عندي في السبيسنج بتاع مين؟ بتاع الكائنه. يبقى هيساوي 2 في 78.5 اللي هو مساحه الكائنه اللي عندي اللي فيها 10، وبقسمها على 250 واضربها في كام؟ في 200. طلع معايا 0.00314. وخد بالك هنا الكود حاطط لك شرط ان لازم الميو بتاعت الاستيرب تكون اكبر من 0.001 لو كان ده الستيل بتاعك 400.
طب النيو مينيمم برضو ليها قيمة تانية بتساوي 0.4 على الاف ييلد ستيرب، يبقى 0.4 على 400 برضو هتساوي نفس الرقم ده اللي هو كام 0.001. يبقى اذا التشيك بتاعي سليم، انا عندي النيو بتاعت الستيرب اكبر من 0.4 على الاف ييلد، وفي نفس الوقت اكبر من كام من 0.001. اذا التشيك بتاعي سليم، يبقى النيو اكبر من النيو مينيمم. اوكي نيجي بقى لو انا عايز اصمم الكائنات اللي عندي بس تكون مايله بزاويه 45 درجه بنفس القانون بتاعي اللي انا بستخدمه في الكائنات الرأسيه الالفا ب 90، بس هنا عندي الالفا ب 45 درجه، يبقى هضرب في كام؟ هضرب في جذر 2. ونفس الخطوات اللي فاتت بالظبط، هاخد عندي عدد الفروع ب 2 والفاي ب 8 ملم والاريا ستيل باخدها تقريبا 50 ملم سكوير، والاف ييلد عندي للفاي بتساوي 8، يبقى اذا هتساوي 240 ميجا باسكال، والجاما اس هتساوي 1.15. طلع معايا السبيسنج 145 ملي متر، يبقى اذا الشرط بتاعك ان يكون السبيسنج اقل من 200 ملي واكبر من 100 ملي اتحقق معايا. يبقى انا هاخد المتر الواحد اللي عندي واقسمه صح على 145 ملي متر، هيطلع لك 7.8 في المتر داش. لما اجي ارسم عندي الكائنات اللي عندي، بص كده لاحظ معايا، اول كانه بالمنظر ده كده ولازم يكون الزاويه بتاعه الكانه 45، والمسافه ما بينهم كام؟ اس اللي هي السبيسنج انا لسه جايبها بكام؟ 145. طيب بص كده، بمشي الكائنات المايله عندي كلها بالشكل ده، واجي في المتر في نص القمر بالظبط اعملها ايه؟ كائنات راسيه، وفي الاخر بكتب له 7.8 في المتر داش كانه فرعين. هو مشاور على الكائنات في الالفيجن بالشكل ده. ده الالفا لو كانت بكام؟ ب 45 درجه. طيب لو انا عايز يا باشمهندس نفس الكلام بالظبط بس اميل الزاويه بكام؟ ب 60 درجه. نفس القانون بكل حاجه، لكن بدل ما اضرب في جذر 2 بس عشان الزاويه 45، لا هنا الزاويه بقت 60 درجه، يبقى هضرب في جذر 2 في كوزين 15. وعوض بنفس الكلام بالظبط، عدد الفروع ب 2 والفاي ب 8 ملم والاريا ستيل بتساوي 50 ملم سكوير. طيب والاف ييلد عندي بتساوي 8 ملم، هيساوي عندي كام؟ 48 ميجا باسكال، الجاما اس 1.15. ابتدى معايا السبيسنج ب 140، طبعا حققت الشرط اللي عندي اللي هو لازم تكون السبيسنج اقل من 200 واكبر من 100 ملم. هنا هعبر باسلوب تاني برضو عشان يختلف التعبير، هقول له هستخدم فاي 8 كل 140 ملم. شكل الكائنات بعد ما انا جبتها، هناك كانت الزاويه عندي 45، هنا بقت كام؟ بقت 60 درجه، والمسافه ما بينهم بالسبيسنج ونفس الكلام بالظبط، في نص القمر والمسافه 1 متر بحط كائنات راسيه، واقوم مشاور على الكائنات المايله واقول له فاي 8 كل 140 ملم، وارسم برضو الكائنه قفلها فوق عشان الضغط. يبقى دي عندي لو كانت الكائنات مايله بزاويه 60 درجه. نيجي بقى للجزء الثاني، لو انا عايز اصمم التورشن في حاله ان القطاع عندي ار سكشن، مدين القطاع اللي قدامي ده بيقول لي انا عايز اصمم الشير والتورشن للقطاع ده، مدين المعلومات الاتيه. اول حاجه في ميجا باسكال، والاف ييلد في حاله ان الفاي اقل من 8 ملي هتساوي 240 ميجا باسكال، والاف ييلد في حاله ان الفاي اكبر من 8 ملي هتساوي 400 ميجا باسكال. والقطاع ده ار سكشن، البي في تي بتاعته بتساوي 250 ملي و600 ملي متر. هنا عندي هاخد الدي الدبس بتاعي هيساوي 570 ملي متر، والدي داش والدي دبل داش اللي هو الكفر اللي عندي يمين وشمال وفوق وتحت القطاع هيساوي 30 ملي متر. ومديني الكيو التميت هتساوي 200 كيلو نيوتن، والام تورشن التميت مدهاني ب 5 كيلو نيوتن في المتر. اول حاجه هجيب الشير ستريس نتيجه الكيو التميت بتاعت الشير، القطاع عندي 250 في 600، هجيب عندي الاستريس الكيو التميت هتساوي الفورس في 10 اس 3 على البي في دي، خدناها في المثال اللي فات هتطلع تقريبا معايا 1.4 من 10 ميجا باسكال. تاني حاجه هجيب التورشن ستريس نتيجه التورشن ام تي التميت، لو انا عندي عوضت في المعادله دي هيطلع عندي الكيو التورشن التميت بيساوي 0.4 ميجا باسكال تقريبا. طيب انا جبت الارقام دي كلها منين؟ بص كده معايا، اول حاجه بجيبها الاي نود داش اللي هي بتساوي البي ناقص 2 دي دبل داش، دي دبل داش هو الكفر يمين او شمال الكاميرا اللي عندي،
في السكنس عندي ناقص 2 جي داش، جي داش هي الكفر فوق وتحت الايه الكمره اللي موجوده عندي، واحنا كنا خدناهم في اول مساله الاثنين بيساوي 30 مللي. يبقى اذا الاي نود داش هيساوي بعد الطرح 190 في 540، هيطلع عند الرقم ده مليمتر سكوير. طيب انا عايز اجيب اول حاجه الاي نود، الاي نود عندي بيساوي 0.85 في الاي نود اتش، طلع معايا الرقم ده بالمليمتر سكوير. بعد كده عايز اجيب البي اتش، هنعرف بنجيبها ليه دلوقتي، هتساوي اللي هو المحيط بتاعي البي ناقص 2 دي دبل داش زائد الثيكنس ناقص تي داش ده زائد ده في 2. ليه بقى؟ علشان في الاخر يطلع عندي البي اتش ب 1460 ملي متر، علشان اجيب التي اي اللي هي بتساوي الاي نود اتش على البي اتش، في الاخر طلعت معايا التي اي 70.27 من 100 ملي متر. تالت حاجة هجيب الشير ستريسز ليميت. اول حاجة هجيب الكيو سي يو انكراكد، لو انت كنت فاكر في المسألة اللي فاتت بتساوي 0.16 كزر اف سي وعلى الجاما سي، هتساوي 65% ميجا باسكال. وبعد كده بجيب الكيو سي يو كراكت، هتساوي 0.12 جذر اف سي على الجاما سي، هتساوي 0.49 ميجا باسكال. بعد كده بجيب الماكسيمم شير ستريس اللي هو الكيو التيميت ماكسيمم، هتساوي 0.7 جذر اف سي على الجاما سي، هتساوي 2.858 ميجا باسكال، ولازم تكون اقل من كام؟ من 4 ميجا باسكال. هنا هزود حاجه كمان معايا علشان التورشن، بجيب المينيمم شير ستريس ديو تو تورشن اللي هو الكيو تورشن التيميت مينيمم، هيساوي 0.06 جذر اف سي على الجاما سي، هتساوي معايا 0.245 ميجا باسكال. طيب انا عايز بعد كده اشوف التشيك شير ستريسز، هل هصمم شير وتورشن ولا مش هصمم؟ اول حاجه الكيو التيميت كومبايند، ان انا بجيب عند الجذر تربيعي للكيو التيميت بتاعت الشير زائد الكيو تورشن التيميت تربيع، هتساوي 1.46 من 100، ولازم تكون اقل من كام؟ من كيو التيميت ماكسيمم اللي هي عندي ب 2.8 ميجا باسكال. طيب بعد كده الكيو التيميت عندي هقارنها، لازم تكون اقل من كيو التيميت ماكسيمم، وعلشان اصمم شير لازم تكون اكبر من كيو سي يو ان كراكت، وده فعلا حصل معايا. تاني حاجه عندي الكيو تورشن التيميت لازم تكون اصغر من الكيو تورشن التيميت ماكسيمم، ولازم برضو علشان اصمم معايا التورشن لازم تكون اكبر من الكيو تورشن التيميت مينيمم. طيب الشرطين معايا اتحققوا، اذا هصمم الشير مع التورشن. طيب الشير عندي علشان اصممه الاستريس بتاعه هيساوي الكيو التيميت ناقص الكيو سي يو كراكت، انما التورشن اللي احنا لسه جايبينه هو الكيو تورشن التيميت. الخطوه اللي بعد كده عايز اجيب الكانات، هفرض عندي الفو عندي ب 8 ملم وفرعين، والاف ييل بتاعت الاستيروب هتساوي 240 ميجا باسكال. اول حاجه نتيجه التورشن، خليك معايا. يبقى انا فرضت الفور ب 8 ملم وفرعين 2 والاف ييل 240. اول حاجه عندي التورشن، هفرض الفور بيساوي 8 والاف ييل بتاعتي هتكون 240 ميجا باسكال، هجيب مساحه الكانه في حاله التورشن هتساوي الام تي التيميت في 10 اس 6 في السبيسنج على 2 في الاي نود في الاف ييل ستيربس على الجاما اس، هتساوي عندي 5 في 10 اس 6 في السبيسنج اللي انا ما اعرفهاش على الاثنين، ولسه جايبين الاي نود من شويه، والاف ييلد ستيربس بكام؟ ب 240 على الجاما اس. طلع معايا ان مساحه الكيانات بتاعه التورشن الكيانه الواحده هتساوي 0.1374 في ايه؟ في الاس. ده كده خليها رقم واحد. يبقى اول حاجه جبت مساحه الكيانه في حاله التورشن بتساوي الرقم ده. تاني حاجة هشوف الكلام ده بس نتيجة الشير، مساحة فرع الكائن الواحد في حالة الشير هتساوي الكيو التيميت ناقص الكيو سي يو كراكت في البي في الاس على الان في الاف يلد ستيربس على الجاما اس. نفس الكلام برضو هتلاقي عندي المجهول، بس هو مين؟ هو السبيسنج الاس. يبقى اقدر اقول ان مساحه الكائن الواحده في حاله الشير هتساوي كام؟ هتساوي 0.5475 في السبيسنج، وده اقول رقم 2.
يبقى اذا من رقم واحد ورقم اتنين انا اقدر اجيب مساحة الكهنة التوتال للايه للشير والتورشن. يبقى من واحد واتنين اقول له مساحة الكهنة بتاعت الشير والتورشن الاتنين مع بعض هتساوي 0.5475 في الاس بتاعت الشير زائد 0.1374 في الاس بتاعت التورشن. انا فارض عندي الفاي بتاعت الكهنة 8 ملم يبقى المساحة بتاعت الكهنة هتساوي تقريبا 50 ملم سكوير. يبقى اذا اقدر اقول 50 بتساوي 0.6849 في السبيسنج هيديني السبيسنج كام 73 ملم. واحنا اتفقنا ان هي المسافة دي لا تقل عن 100 ولا تزيد عن كام عن 200. طب انا عندي هنا قلت عن 100 يبقى لازم اعمل ايه ازود الفاي بتاعتي. طيب لو انا عندي هنا زودت الفاي بتاعتي يبقى عندي مساحة الكهنة بتساوي كام 78.5 ملم سكوير. هرجع عيد حساباتي تاني لان هعوض بالاي فيلد بدل 240 بقت بكام الاي فيلد ستيربس بقت بتساوي 400 ميجا باسكال. هرجع عيد الحسابات تاني هديني مساحة الكهنة في حالة التورشن 0.0824 في السبيسنج ومساحة الكهنة في حالة الشير هتساوي 0.327 في السبيسنج. يبقى المساحة الكلية هتساوي 0.409 في السبيسنج. بالتعويض عندي هيطلع عندي السبيسنج طلع بتساوي 192 ملم. وخد بالك لازم السبيسنج لا تزيد عن البي اتش على 8. طيب انا عندي البي اتش على 8 بتساوي كام 182.5 ملم. يبقى اذا المسافة هنا زادت يبقى اخدها كام اخد عندي السبيسنج 182.5 ملم. وطبعا الشرط ده هيكون محقق ان عندي السبيسنج اقل من 200 واكبر من 100 ملم. اذا اوكي عدد الكائنات في المتر هاخد ال 1000 ملم واقسمها على 182.5 طلع معايا تقريبا 6 كائنات في المتر. يبقى في الاخر خالص بقول له الكائنات عندي لازم اقول له انها كلوزد ستيربس ليه علشان التورشن. وفي الاخر عدد الكائنات كام 6 فاي 10 في الميتر داش والكائنات دي مالها فرعين. بعد كده عايز اعمل تشيك عندي مساحة الكائنة بتاعت التورشن بتساوي 0.0824 في السبيسنج تقريبا بتساوي كام 15.04 ملم سكوير. ومساحة الكائنة في حالة الشير نفس الكلام طلعت معايا 59.68 ملم سكوير. طيب لازم الشرط ده يتحقق معايا اللي هو ايه 2 في مساحة فرع الكائنة في حالة التورشن زائد فرع الكائنة في حالة الشير لازم يكون اكبر من 0.4 في الاس في البي على في الاستيربس على الجاما اس. نيجي نعوض كده عوضت بالرقم ده واكبر من 0.4 في المعدل اللي فوق طلع في الاخر عندي 149.44 اكبر فعلا من كام من 52.46. اذا الشرط معايا يتحقق اوكي. اخر حاجة عايز اجيب الحديد الطولي بتاع التورشن. الحديد الطولي هيساوي مساحة فرع الكهنة بتاعت التورشن في البي اتش على مين على السبيسنج والكلام ده مضروب في مين في الاف يلد ستيربس على الاف يلد. مساحة الحديد الطولي هيساوي انا فوق لسه جايبها بكام مساحة فرع الكهنة للتورشن 15.04 في 1460 اللي هي البي اتش على الاس بكام ب 182.5. الكلام ده كله مضروب في كام خد بالك الاف يلد ستيربس عشان فاي 10 بقت 400 والاف يلد الحديد الطولي بكام 400. طلع معايا في الاخر مساحة الحديد الطولي ب 123.2 ملم سكوير. خد بالك معايا لازم مساحة الحديد الطولي ده لا يقل عن مساحة الحديد المينيمم. طيب ده هجيبه ازاي؟ قبل ما اجيبه محتاج اجيب مساحة الخرسانة عندي اللي هي بتساوي 250 في 600 طلع معايا الرقم ده مليمتر سكوير. والحديد المينيمم اللي لازم الحديد ده لا يقل عنه هيساوي كام؟ 0.46 في جذر اف سي على الجاما سي في الاريا كونكريت على الاف يلد ناقص مساحة فرع الكهنة بتاعت التورشن على السبيسنج في ايه في البي اتش مضروبة في الاف يلد ستيربس على الاف يلد. يعني هجيب ده واخد الاكبر ما بينهم. بعد التعويض في المعادلة بتاعت الحديد الطولي طلع معايا في الاخر المساحة بتساوي كام 584.68 ملم سكوير. طيب المساحة دي اكبر ولا المساحة اللي انا لسه جايبها فوق؟
طبعا مساحه حديد المينيمم انا لسه جايبه دلوقتي. يبقى اذا هو ده اللي انا هاخده معايا في الاخر. لما تحسب عدد الاسلاك المطلوبه عندك الحديد الطولي هتساوي كام؟ 6 فاي 12. طيب تشوف الكلام ده بيترسم ازاي. بص معايا، ادي كده القطاع الار سيكشن اللي انا لسه مصممه عندي يستحمل معايا كتير والتورشن طبقا للاحمال اللي مطبعه على القطاع. دلوقتي انا لسه جايب كام سيخ؟ 6 فاي 12. ادي كده 2 فاي 12 وهنا 2 فاي 12 وهنا 2 فاي 12 تحت الاريا ستيل بتاعت المومنت اللي عندي، ودي اريا ستيل داش تعليق الكارات. طيب هنا عندي 250 في 600 دي ابعاد القطاع الار سيكشن. وبص بقى معايا ركز قوي في الجزئيه دي، انت جبت عندك عدد الكيانات في المتر بيساوي كام؟ 6 فاي 10 في المتر داش. لازم تكتب له انها ايه؟ closed stirrups، وهي مكونه من فرعين. خد بالك كده من قفل الكنه ما بقاش زي شير، صح؟ هنا عندك قفل الكنه لازم تعمله بالمنظر ده علشان ايه؟ علشان الكنه ما تفتحش عندك اثناء الشير. يبقى لازم يتعمل قفل الكنه بالمنظر اللي انت شايفه ده. بكده احنا حلينا مثال، اول مثال خالص على مساله الشير، والمثال الثاني خدنا كومبايند ما بين الشير وبين التورشن بس في حاله القطاع الار سيكشن. ناقص لنا اخر مساله ان انا هصمم التورشن بس في حاله مين؟ في حاله القطاع تي سيكشن. مديني القطاع اللي قدامي ده، مديني البي سمول بتاعه القطاع 250 و3 تي اف اللي هي 3 سيكنس الفلانجه بتاعتي بيساوي 300 وهنا 300، وعندي سيكنس الفلانجة عندي 100 ملي متر، والقطاع بالكامل التي بتاعته بكام؟ 600. خد بالك عندي هنا الدي دبل داش اللي هو الكفر بس بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفلانجة هيساوي كام؟ 15 ملي متر، اما بالنسبه للدي داش اللي هو بتاع الويب هيساوي 30 ملي متر. يبقى اذا اقدر اقول له ان الدي بتاعتي 600 ناقص ال 30 هتساوي 570 ملي متر، انما العرض عندي زي ما هو كام؟ ب 250 ملي متر. طيب عايز ايه هو مني في المساله دي؟ هنا بيقول لي ديزاين شير اند تورشن، ومدي لك المعلومات الاتيه: الاف سي يو 25 ميجا باسكال، والاف ييلد في حاله ان الفاي اقل من 8 بيساوي 240 ميجا باسكال، والاف ييلد الفاي اكبر من 8 هتساوي 400 ميجا باسكال. وهنا مديني الكيو التيميت المؤثرة عندي ب 200 كيلو نيوتن، والمومنت تي التيميت بيساوي 5 كيلو نيوتن في المتر. أول حاجة عايز أجيب الشير ستريس نتيجة الإيه؟ الكيو التيميت اللي عندي. أدي القطاع اللي هو مدهوني، هجيب الكيو التيميت اللي هو الستريس بتاع الشير، هيساوي الكيو التيميت في 10 أس 3 على البي في الدي بعد التعويض. طبعا احنا نفس الكلام المسألة اللي فاتت واللي قبلها، هيساوي 1.4 من 10 ميجا باسكال. تاني حاجة عايز اجيب التورشن ستريس نتيجة الـ MT ultimate، هيساوي برضو نفس القانون بتاع المسألة اللي فاتت، MTU في 10 أس 6 على 2 في A نود في TE. بعد التعويض برضو هيطلع معايا كام؟ 0.327 ميجا باسكال. طيب جبتهم ازاي؟ عايز اجيب أول حاجة الـ A نود H. ركز كده معايا، أنا عندي هنا قطاع T section، هقسم القطاع عندي لجزئين، الجزء بتاع الار سيكشن ده واخد الجزء اللي باقي من الفلانجة يمين وشمال مع بعض. نبدا اول حاجه بالجزء اللي في النص، هيساوي البي ناقص 2 دي دبل داش يمين وشمال في الثيكنس بالكامل ناقص دي داش هنا ودي داش هنا. طيب زائد هاخد التلاتة تي فلانجة يمين وشمال، يبقى 6 تي فلانجة ناقص 2 دي دبل داش يمين وشمال في التي فلانجة بالكامل ناقص تي دبل داش فوق ودي دبل داش تحت. خد بالك هنا معتبر معايا ايه؟ الفلانجة شغالة معايا. تطلع معايا الاي نود داش بعد التعويض في ده كله بالرقم ده ملي متر سكوير. في الاخر الاي نود بتاعتي هتساوي 0.85 في اي نود اتش، هتساوي الرقم ده ملي متر سكوير. طيب عايز اجيب البي اتش بنفس الطريقة اللي انا لسه حالل بيها فوق بس ده المحيط. طيب يبقى 2 بي ناقص 2 دي دبل داش زائد الثيكنس ناقص 2 دي داش زائد 2 في 6 تي فلانجة ناقص 2 دي داش دبل داش هنا يمين وشمال زائد تي فلانجة ناقص 2 دي دبل داش فوق وتحت.
في الاخر معايا طلع بي اتش بتساوي 2800 ملي متر. اقدر اجيب التي اي بتاعتي هتساوي الاي نود اتش على البي اتش، في الاخر طلعت بقيمه 56.68 ملي متر. طيب تالت حاجة عايز اجيبها الشير ستريس ليميت، نفس المسألة اللي فاتت. اجيب اول حاجة الكيو سي يو ان كراكت بتساوي نفس الكلام 65% ميجا بسكال، واجيب الكيو سي يو كراكت 0.12 جزء في سبعة جاما سي هتساوي 0.49 ميجا بسكال، واجيب برضو الماكسيمم شير ستريس الكيو التيمت ماكسيمم هتساوي 2.8 ميجا بسكال، ويكون اقل من كام؟ 4 ميجا بسكال. برضو الخطوة دي بزودها في حالة التورشن، هجيب المينيمم شير ستريس ديو تو تورشن هيساوي 0.06 جذر اف سي يو على الجوما سي، في الاخر هتساوي 0.245 ميجا بسكيل. الخطوة اللي بعد كده هتشيك شير ستريسز، هجيب الكيو التيميت كومبايند الجذر تربيع الكيو التيميت بتاع الشير زائد الكيو التيميت بتاع التورشن، طبعا ده تربيع ده تربيع، هتساوي 1.46 ميجا باسكال، ولازم تكون اقل من الكيو التيميت ماكسيمم. طيب انا عندي الشرطين دول اتحققوا مع بعض، اللي هو الكيو التيميت اصغر من الكيو التيميت ماكسيمم في حاله الشير، واكبر من كيو سي يو ان كراكت تاكيد عصام يمشير. الشرط الثاني برضو اتحقق معايا، الكيو تورشن التيميت طلع اقل من الكيو تورشن التيميت ماكسيمم، وفي نفس الوقت برضو طلع اكبر من مين؟ من الكيو تورشن التيميت ماكسيمم. يبقى اذا هصمم الشير مع التورشن. نفس الكلام برضو هجيب الشير اللي هو الكيو التيميت ناقص الكيو سي يو كراكت والتورشن برضو زي ما هو. الخطوه اللي بعد كده عايز اجيب الكيانات اللي عندي. هفترض عندي ان الفاي بتاعت الكيانه 10 ملي متر وفرعين، يبقى عندي الاف يلد ستيربس بكام؟ 400 ميجا باسكال. اول حاجه للتورشن، التورشن عندي مساحه الكيانه بتاعته هيساوي ام تي التيميت في 10 اس 6 في السبيسنج على 2 في الاي نود في الاف في الستيربس على جاما اس. بالتعويض في الكلام ده طلع معايا مساحه الكيانه في حاله التورشن هيساوي 0.532 في الاس، دي كده واحد. نتيجه الشير هعوض برضه بمساحه الفرع الواحد للشير هيساوي الكيو التيميت ناقص الكيو سي يو كراكت في البي في الاس على 2 في الاف في بتاع الجاما اس. طلع معايا بالتعويض في الكلام ده كله طلع معايا ان مساحه الكيانه الواحده في حاله الشير هتساوي 0.328 في السبيسنج، وده 2. طيب من 1 و2 اذا عندي مساحه الكيانه الكليه نتيجه الشير والتورشن طلعت معايا بكام؟ 0.3816 في السبيسنج، وانا عندي مختار الفاي ب 10 ملم، يبقى تقريبا مساحه الكيانه هتساوي 78.5 ملم سكوير. يبقى بالتعويض هجيب عندي السبيسنج كام؟ 205.67 ملم، وقلنا لازم تكون اقل من كام؟ البي اتش على 8 بتساوي 350 ملم. اذا اوكي. والشرط الثاني برضو اللي لازم يكون متحقق معايا، لازم السبيسنج لا تزيد عن 200 ولا تقل عن 100. بس هنا ايه اللي حصل؟ هنا زادت عن 200، يبقى اخدها ايه؟ يبقى اخد السبيسنج ب 200 ملي. يبقى اذا في الاخر عدد الكيانات في المتر داش هيساوي ال 1000 على ال 200 بيساوي 5 كيانات في المتر. يبقى اذا اقدر استخدم 5 فاي 10 في المتر وفرعين كيانه، وقلنا لازم تكون الكيانات مالها مغلقه علشان تقاوم التورشن. لازم برضو اعمل تشيك عندي، بجيب مساحة الفرع الكيانة بتاع التورشن هيساوي 10.64 ملم سكوير، ومساحة الكيانة في حالة الشير هتساوي 65.6 ملم سكوير. لما اجمع الاتنين مع بعض واضربهم في 2 لازم الشرط ده يكون اكبر من كام؟ 0.4 في اس في البي على الاف الاستيروكس على الجوما اس. بص كده طلع معايا الناتج في الاخر كام؟ طلع معايا بعد التعويض في ده كله طلع معايا فعلا الجزء اللي على الشمال ب 152.3 فعلا اكبر من الجزء اللي على اليمين اللي هو بيساوي كام؟ 50.3. اذا الشرط بتاعي اتحقق. اخر حاجه عايز اجيب الحديد الطولي. طيب الحديد الطولي هيساوي مساحه فرع الكيانه بتاعت التورشن في البي اتش على الاس في الاف يلد الستيربس على الاف يلد بتاعت الحديد الطولي. في الاخر بعد التعويض نفس المساله اللي فاتت هيساوي الاريا ستيل بتاعت الحديد الطولي
ب 148.96 مليمتر سكوير. برضو اتفقنا بجيب مساحة الحيادي الطولي وبجيب مساحة الحيادي الطولي المينيمم واخد الأكبر منهم. طيب يبقى أنا محتاج أجيب مساحة الخرسانة هتساوي 250 × 600 زائد 2 × 300 × 100 علشان ده تي سيكشن، يبقى معايا في الآخر الرقم ده مليمتر سكوير. يبقى إذا بالتعويض عايز أجيب الأريا ستيل مينيمم اللي هي نفس القانون اللي لسه قايله في المسألة اللي فاتت، هيساوي في الآخر بعد التعويض بيساوي 857.32 ناقص 148.96 في الآخر طلع معايا 708.76 مليمتر سكوير. طبعا عندي مساحة الحديد هنا بتاعة المينيمم 708، إنما فوق اللي أنا جايبها كام؟ ب 148.9. مين الأكبر؟ أكيد طبعا الأريا ستيل مينيمم. يبقى لازم أجيب، يبقى لازم آخد مين؟ الحديد الطولي المينيمم. بعد الحساب معايا طلع معايا كام؟ 8 فسيخ 5 كده، ناقص لي اعرف توزيع الحديد بتاع التورشن ده ورسم الكائنات في قطاع التي سيكشن اللي عندي. في ملحوظه مهمه جدا، بيقول لك يفضل اهمال الفلانجز في مقاومه التورشن، ان الفرق بيكون بسيط ان انا خدتها او ما خدتهاش، بس ده في حاله ان يكون التورشن قليل. طيب لو كان عندي التورشن كبير، وده بيكون في حاله الايه؟ الكباري، يبقى انا باخدها معايا في الاعتبار عشان تقوم معايا التورشن الموجود عندي. طيب نشوف كده رسم التسليح بتاعي. ادي القطاع الدي سيكشن، فوق الاريا ستيل داش بتاع تعليق الكائنات، وتحت الاريا ستيل بتاع المومنت، وادي ال 250 عرض الكاميرا، وادي ال 600 ده الثيكنس بتاع الكاميرا. انا جبت عندي هنا كام؟ 8 × 12، بس ده للقطاع الدي سيكشن بالكامل. يبقى احط منهم 4 في الويب و4 في الفلانجز، يبقى هنا 2 × 12 وهنا 2 × 12، وفي الجناب في الفلانج اللي عندي 2 × 12 و2 × 12. ركز كده معايا في شكل الكائنات عندي، خد بالك. بص انا عندي الويب عملته ازاي، اهو القفل بتاعي ده قفل كلوزد علشان ده يقاوم التورشن، ده في الويب. وبعمل برضو كان نفس الكلام فين؟ في الفلانجة، وبقول له ده فاي 10 كل 200 ملي، ده تعبير. وممكن برضو تعمل تعبير تاني وتقول له كام؟ 5 × 10 في المتر داش، بس تكتب له دي ايه؟ closed stairs. بكده بيكون احنا النهاردة شرحنا 3 مسائل. اول مسألة مسألة الشير بس، تاني مسألة ما يكون عندي فيه شير وتورشن بس القطاع شكله R section، تالت مسألة ان يكون عندي شير وتورشن بس شكل القطاع في section. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.